الله يسلم ابو سعد تخيس ونعم الله بالجميع، ذكرتني بموقف من مواقف الصحابه رضي الله عنهم في حادثه الثلاثه الذين خلفوا. ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه احدهم، ذكر القصه بتفصيلها. في اخر القصه لما جاءت التوبه من الله سبحانه وتعالى ففرح الصحابه، لكن يوم دخل كعب بن مالك الى المسجد قام له طلحه بن عبيد الله وحضنه، فيقول كعب لا انساها له، يعني في موقف خلاص يقول هذا ما انساها له طوال عمري. عائشه رضي الله عنها في حادثه الافك لما كانت تبكي وتحزن، كان فيه امراه من الانصار تجي، تقول عائشه كانت تاتي وتجلس جنبي وتبكي فقط، يقول لا تقول لي ما تقول ولا كلمه، تجي تجلس وتبكي فتقول لا انساها لها. احيانا مواقف يعني زي ابو هادي يذكر موقف ابو سعد صحيح. اكيد انه اكبر في نفسه وذا فما تنسى يعني بعض وهذا المواقف. وهذا شيء من عظمه الاسلام ترى في ثلاثه يدنين الود لصاحبك، ان تنادي باحب الاسماء اليه، ان تفسح له في المجلس وهكذا.